هلا ممكن اعرف شو اللي غير لك عقلك؟ مو امبارح كنت بدك تسأل عن مشاعرها نحوك؟ انا اعرف نفسي يا مروان، ما راح يطلع معي شيء. اذا شلون بدك تتقدم لها وتخطبها وتتزوج اذا عم تخجل من بداية الطريق؟ انا ما ابغاها تاخذ عني فكرة ان انا من شباب هذول الايام، شباب الحب والكلام الفاضي. وطالما الحب برأيك كلام فاضي، كيف عم تقول انك حبيتها؟ انا راح ادخل البيوت من ابوابها، وراح اخطبها من اهلها. إذا كان في نصيب راح تكون من نصيبي. أنا ما عندي استعداد إني أقابلها وتقابلني. أيوة، ونسيت كيف ركضت وراها من قلعة دمشق لقلعة صلاح الدين؟ كنت بسوي بحث ودراسة. أيوة، قلت لي البحث والدراسة. وشو ناوي تعمل هلا؟ زي ما قلت لك، أنا ناوي أتقدم لأهلها. أيوة، هيك بدك تتقدم لحالها بدون ما يكونوا أهلك معها؟ لا مو لوحدي. لك انت راح تكون معايا. ايه اهلين. لا سيدي لا، انا خليني برات القصه كلياتها، ما لي علاقه بهذا الموضوع. ايش قالوا لك عني خطابه؟ خلاص اخي، انا مستعد روح معك. كثر خيرك يا مروان، بس بحب اقول لك انه هي الشغله مو شوربه. ما فهمت ايش تقصد. يعني نحن في عنا عادات وتقاليد، ومن هالعادات هي انه اذا حدا بده يخطب بنات الناس لازم يكونوا اهله معه، اقل شيء يا امه يا ابو. وانت اخويا كمان. يا اخي ما بكفي، بعدين انا نفسي مو من هالبلد، انا من القلمون. كلنا اهل وحبايب، اهل وحبايب، مو هذا كلامك؟ مزبوط يا اخي مزبوط، بس يا ترى اهل مودة بيكون هذا رايهم؟ يا اهلا وسهلا فيكم. بكم بكم استاذ. طيب عن اذنكم. تفضل يا عمي، اذنك معاك. هذا اللي طلب معه اذنك معه؟ لك ما تبقى الجوهره بقى. انا لكن انا اللي جاي اخطب. مروان ليش ما تتكلم انت؟ انا جايبك معايا عشان تساعدني. مو هي هذه الأصول؟ شو الحكي؟ بتعرف بالأصول حضرتك؟ الأصول يا أستاذ إنك تبعت تجيب أهلك حتى لو كان خالك معك. خالي؟ إلا كان خالي أنا؟ اسمع لقلك، يا أما بتحكي يا أما خلينا نفركها. نفركها؟ نفرك مين يا مروان؟ نفركها يعني نهرب، الرجال أحمر وشه منا. مروان، أنا أول مرة أتقدم وأخطب بنت وما أعرف إيش أقول في مثل هذه الحالات. يعني أنا اللي كل يوم عم بخطب بنت؟ أنا قاعد مثل الأطرش بالزفة. اسمع لك، هلا بس ليجي لا تشرب قهوتك. وانت ايش عرفك انه راح يجيب قهوه؟ لكن ليش فكرك راح يعني؟ اسمع لك، هلا بس يجي تاخذ الفنجان من ايده بتحطه على جنب وبتقول له ما بشرب القهوه لتلبي لي طلبي، فهمت؟ وش هو طلبي؟ يا حبيبي نسي الاخ ليش جاي؟ فهمت عليك، بس من الافضل مروان، يعني من الافضل انت اللي تقول هذا الكلام. سمعنا هلا الرجال رجع. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلين. تفضل. شكرا يا عمي شكرا. تفضل. يستر بالايدين. ماما شبكي؟ انت يلي شو صار لك؟ لسه رايحة جاية؟ ما تعدي بقى وتحكي لك كلمتين مثل العالم والناس. ما طولوا، مين هدول؟ الضيوف. يا ترى شو بدهم من ابوكي؟ علمي علمك. وقت ابوكي اخذ منك القهوة ما قال لك شي؟ لا ما قال لي شي. وانت؟ انا؟ شبني؟ ما حاولتي تستفهمي منه؟ مالك بالعادة ما تسألي؟ بس يروحوا ونسأل بابا مين هدول وشو بدهم. وقت فتحتي لهم الباب ما عرفتي حدا منهم بالمرة؟ يمكن يكونوا من معارف أبوكي. ماما أنا بعرف واحد منهم. شفتي؟ تذكري مين هاد؟ كل اللي بعرفه إنه اسمه سالم
وجاي يدرس بالشام ويعمل بحث. باين مو من معارفنا. وين قابلك وقابلتي؟ أنا قابلتها مرتين أو ثلاثة، وبحكم دراستي عمو سالم عم بيقوم ببحث تاريخي، والتقى بالأنسة مودة عن طريق عملها كمرشدة سياحية. يا أهلا وسهلا فيكم. أنت ببلدك وبين أهلك. بس يا ابني الموضوع مو سهل، الموضوع موضوع زواج، وبدي أسألك سؤال لو سمحت. تفضل يا عمي تفضل. إذا حدا عندكم حب يتقدم لخطبة فتاة شو بيعمل؟ في الحقيقة أنا آسف جدا، أنا فهمت قصدك، لكن ما في فرصة مناسبة إنه يكونوا أهلي معي حاليا. عمو سالم بالوقت الحالي مو طالب غير موافقة مبدئية، يعني إذا وافقتوا أنتوا ساعتها ممكن يبعت يجيب أهله وبصير كل شيء رسمي. هلا لا تفكر بشي، الرجال ما سد الابواب بوشنا، قال بده يشاور بنته، ما هو هذا شيء طبيعي. بس يا مروان ملامحه ما تطمن. هلا انت شو بدك بملامحه؟ خلاص خلينا ننتظر ونسمع من تمه وبعدين بتقرر، بعدين تصفن هيك صفنه. معك حق، بس يا مروان بس شو؟ خلاص خلاص خلينا نقوم ننام هلا وبكره بنحكي الموضوع. أنا خايف ما يوافقوا يا مروان. هلا أنت ليش متشايب كل هالقد؟ تفائل يا أخي، بعدين أنت لازم تثق بنفسك، مودة أكيد معجبة فيك. مروان أنت إيش رأيك في سالم؟ والله على العين والرأس يا مروان، أنا بتكلم عن جد. بتصدق بالله؟ لا إله إلا الله. أنا لي أخ اسمه غسان بيشبهني، حتى في ناس بيقولوا علي إنه أنا وياه دوم. بتصدق إني أنا حاسس إنه عايش مع أخي؟ شكرا يا مروان، شكرا لك، ما قصرت. تصبح على خير. وانت بخير. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني لازم يوقع هلا. مالي موافقة، مالي موافقة. هو ما انه طالب هلا الا موافقة مبدئية، وبعدين رح يبعث ورا اهله. وشو ناوي تجاوبه؟ نحن بناخذ رأي البنت بالاول، إذا وافقت بنقول له نحن موافقين مبدئيا. ولازم يجوا اهله مشان يصير كل شيء رسمي. وليش لا تعذب حالك وتسال بنتك مودة؟ بنتك ما راح توافق. ام مودة لا تقرري بدل بنتك، لازم ناخذ رايها هي. حتى لو وافقت انا مالي موافقه، ومستحيل اعطي بنتي لواحد من بلد ثاني. هيك قولي من الاول. يا ام مودة الزواج اسمه نصيب. مزبوط، بس انا بدي يكون نصيبه من هون مو من برا. شو علي؟ الناس لبعضها، خود خود لإلا خود حطهم بجيبتك. هلا لا تغير موضوع، احكي لي شو صار ابو موفق. شو صار؟ كل ما هنالك انا قلبي عليك انت. سألني الاستاذ سالم، قلت له والله انه اهله درويش وما معهم يدفعوا له حق الغرفه، وكثير بيتاخروا عليه لانه عم يقطعوا عن تمهم منشان يكفي دراسته. ايوه، وما معه اجره الغرفه يدفعها. الله يسامحك، الله يسامحك يا ابو موفق. استاذ مروان، استاذ مروان استنى شوي، طيب كلمة بدي احكي معها. أنسة مودة، أنا طبعا فهمت من عدم اتصال الوالد هو عدم الموافقة، لكن يهمني أسمع رأيك. استاذ سالم، أنا ما بقدر أقرر شيء بدون أهلي. أنا فاهم، بس أرجوك لازم أعرف رأيك أنت. شو الفائدة؟ على الأقل أرجع بلدي ومعايا ذكرى حلوة، ذكرى أحلى إنسانة فتح لها قلبي. بدك تحرميني حتى من الذكريات؟ سالم أنا آسفة، قصدي أستاذ سالم. خلاص فهمت، عيوني قالت لي كل اللي أنا أبغى أسمعه منك. يمكن هالشي صحيح، بس أنا عارف إنه أهم شيء موافقة أهلك. ورغم كل هذا أنا متفائل، متفائل جدا وسعيد، سعيد جدا. مين يعرف يمكن نلاقي حل. مروان، 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 عندي لك أخبار مفرحة جدا. أنا سعيد يا مروان، متفائل جدا، أخبار طير من الفرح.
مروان، مروان ايش القصة؟ انت مسافر؟ اي نعم، مسافر على البلد. مروان مسافر كذا من غير اي كلام، من غير مقدمات، فجأة؟ مروان ايش فيه؟ اتكلم يا مروان. خلاص مثل ما قلت لك، مسافر على البلد. مروان في شيء؟ لا ما في شيء، بدي اشوف اهلي بس. مروان الكلام هذا مو صحيح. عشان خاطري يا مروان، اتكلم ايش فيه؟ ليش هيك عملت يا سالم؟ انا ايش سويت يا مروان؟ ليش نزعت كل شيء؟ ليش قتلت احلى اللحظات اللي عشناها مع بعض هون؟ انت ايش بتقول يا مروان؟ معقول انا اسوي شيء يزعلك مني؟ انا صحيح فلاح وابي ما معه يمكن يصرف علي، بس ايش يا مروان؟ بس انا عندي كرامه وما بقبل ابدا حدا يدفع عني اجره البيت اللي ساكن فيه. يخص عليك يا مروان، سود الله وجهك يا شيخ، عشان انا دفعت شويه فلوس تزعل؟ عجيب. اجل فين الكلام؟ فين الشعارات؟ انا وانت واحد واحنا اهل وحبايب. بس انت جرحتني، انت جرحت كرامتي مروان. انت الان جرحتني عشان شويه فلوس تزعل؟ طيب يا اخي، لو اخوك غسان دفع عنك اجره الغرفه تزعل؟ طبعا لا، لانه غسان اخوك. اما انا انسان غريب وجاي من بلد بعيد وراجع بلدي ثاني وما حد يعرف عني اي شيء. عن اذنك يا مروان. مروان تشرب قهوة؟ سالم أنا طلعت أجدب. يعني إيش أجدب؟ يعني غبي بعيد من عنك. أجدب غبي ونص، لأنه لازم تعرف شيء واحد يا مروان، إنه أنا وأنت واحد. إيه والله، وأهله حبايب والله. هلأ بدك تحكي لي شو الأخبار الطيبة؟ هات لشوف، سمعنا. وصفي شو في؟ قوم نام بغرفتك. شو صار؟ وين ابنك ومرته؟ اي ناموا من زمان. وانا شلون تتركيني هيك؟ بعد ما اماني حكيت لك حكاية مودة وسالم، لقيتك شاري قلت تركي. خير ما عملتي، بس بدي اسألك، انت ليش مانك موافقه انك تجوزي بنتك من انسان عربي؟ ليش وكل العناد؟ انا انا ما عندي بنات على وش جواز، جوزتهم كلهم. شو نسيت؟ لا ما نسيت، بس يعني لو كان عندك بنت على وش زواج ما راح توافقي، مو هيك كان رايك؟ مزبوط، ولساتني عند رايي. إيه لا ستي، ما بيصير، انا صاحب الكلمه بالموضوع، البنت بنتي ولمين ما بدي بعطيها. لا ان شاء الله فكرتيني انه انا خشخيش بيديك. انا اما وما راح وافق. خير يا بي، في شيء؟ لا ما في شيء، روح انقلع، روح نام. ما بدكم تشربوا؟ لا بالصدق يا بي، مشان اماني طولوا بالكم. هلا نحن ليش عم نتخانق؟ انا مو صاحبة المشكلة. والله مزبوط، معك حق، مشان الله لا تواخذيني، بس ادري يعني لو فرضنا انا دخلت بالموضوع وحكيت لك كم كلمه حلوين ما بتوافقي؟ اها، اذا ما ضل الا الكلمه الحلوه. الكلمه الحلوه والاقناع، هذا اللي لازم يساويه ابو مودة، هي مهمته. عجب، كيف بدي رد على مشكلة سالم؟ يعني شو لازم قله يعمل؟ ما بعرف. تعرفي؟ إذا ما وافق هالمرة على مقالي عن الأستاذ صابر مرمر أسكت نهائياً.
لازم يحاول يأثر على أهله ويقنعهم. طبعا ما لازم يصير معه إحباط من أول مرة. مجلتنا اسمها مجلة الحقيقة، هي اللي لازم تحكي عن الفن الأصيل، عن أمثال صابر المر، وأنا مستعد للمواجهة. يا مجد، هلا الأستاذ عبد الواحد رفض مقال المر أكثر من مرة. رفضه لأنه كان 10 صفحات، هالمرة سويته 8. اسمعي أماني، إذا سالم بده مودة ما في قول بكل الأرض كلها توقف بوشه، فهمتي ولا لا؟ عن إذنك. معقول قديش الخيال؟ فكر لي شغلة فيلم سينما. البنت بتحب أهلها، بعدين عاقلة كثير. شو بده يعني الأستاذ مجد؟ تهرب مع حبيبها؟ تركنا هلا من صابر المر، يلي فينا بكفينا، نسيت ملف الأغنية شو لبكنا هذيك المرة. يا أخي بدنا نكتب مواضيع خفيفة ومسلية، هذا نهجنا بهالمجلة. طيب موضوع صابر المر شو في يعني؟ يا أخي صورته مو خرج تنحط على الغلاف، إذا حطيت هيك صورة على الغلاف ما بتعود تنباع المجلة. إيه لا تحط صورته على الغلاف، خلينا ننشر المقال بس، هذا فنان عظيم، إله تاريخ كبير وفضل على الحركة الفنية بالبلد. خليهم يطالعوه بالتلفزيون أو بالإذاعة، أنا ما عندي مجال بالمجلة. هلأ تاريخ عريق مثل تاريخ الأستاذ صابر المر، كيف كان المسرح، كيف كانوا يمثلوا، كيف شقي، كيف جاع، كيف باع سجادة بيته مشان يمول المسرحية، شو عم بيقول للجيل الجديد، هذا كله مو مهم؟ يا عمي ما بدنا ندخل بمتاهات وحوارات، أنا رئيس تحرير مجلة فنية، لازم تربح ولازم يشتريها الناس إذا بدها تستمر هالمجلة، أنا مالي مسؤول ثقافي يا عمي. حاضر، تحت أمرك، رح بكتب ليش طلقت ميمي عسل ومين بدها تتجوز وشو بيشتغل جوزها القادم، بس في سؤال واحد بدي أسألك إياه. تفضل. خبرتي كلها تحت تصرفك. ليش أطلقت على المجلة اسم مجلة الحقيقة؟ عن إذنك. شو الوقاحة هاي؟ حلو، ما بيكفي إنه كاتب مصروع ومشوش، لا وبده يحاسبني كمان. قال ليش أطلقت على المجلة اسم مجلة الحقيقة؟ هذا اللي ناقصني والله. لك يا ابني، يلي بيحب بيواجه الصعاب وبيذللها مو بيتهرب منها. كيف تبغاني اواجه الموقف؟ كيف تبغاني اقنع ام خايفة على بنتها الوحيدة ولا يمكن تسمح انها تروح لحلب مو للخليج؟ والله ما لك الا ابو مودة. ابو مودة مو معرض على الزواج، المشكلة ام مودة. تعرف بس ابو مودة رجل متزن وعاقل، استيعابه نظيف وبيهمه مصلحة بنته، فهو لازم يلاقي طريقة يقنع فيها بنته، وانت لازم تطلبها منه هذا اذا كنت فعلا بتحب البنت. معك حق. بهيك حالة بوشك هلأ لعند ابو مودة. هو لو ما كان خلوق مهذب ما كان تقدم لخطبتها، كان حاول يضحك عليها مثل ما هالشباب عم يعملوا، بس الأستاذ سالم دخل البيوت من بوابها. بس هذا إنسان غريب ما بنعرف عنه شيء. لا لا يا خالي أمودة، لا هي ما حبيتها منك أبدا. سالم مو غريب، سالم عربي مثله مثلنا، عاداته من عاداتنا وتقاليده مثل تقاليدنا، بعدين دمه من دمنا، هن منا ونحن منهم. فعلا معك حق، بارك الله فيك يا ابني، فعلا نحن من هون وهن منا. شو قلتي يا أمودة؟ مثل ما بدكم. الحمد لله. وهلأ بدها زغرودة. زغرد يا أمودة لو سمحتي. وكمان بدي زغرت. يلا زغرودة ما فيها شيء. لا 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 لا. مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك. مبروك يا أمي يا سالم. الله يبارك فيك يا أمي. أنا يا جماعة ما راح أتأخر، كلها 2 أو 3 وأرجع وأهلي معي. 2 معليش، بس 3 لا كتير. طب ليش؟ مشان ما تطير البنت. شكرا. أنا ما راح أنسى فضلكم. أهلا وسهلا. أنتوا أحسنتوا ضيافتي، شكرا يا عمي. يا أهلا. ما قصرت. أنا فعلا بين أهلي وحبايبي.